السلام عليكم. بغيت نشارك معكم ان شاء الله هذا المسمن معمر بالخضره اللي كيجي رائع ومورق. المهم بحال اللي درتو الورقه، شوفوا ما شاء الله، عرفتي جا ما شاء الله جا، يا سلام، والحشوه يا سلام. المهم ساهل في التحضير، نتمنى يعجبكم. انا غنشارك معكم، ديجا شاركته معكم وعاود نتشارك معكم ان شاء الله. المهم سهل في التحضير وفي متناول الجميع. المهم كيجي مرق، كيتفرتت انتما كتشوفوا، وكيجي هشيش وسهل في التحضير، والحشوه كذلك كتجي رائعه وفي متناول الجميع. ما تنساونيش باللايك، جزاكم الله كل خير. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنوجدوا الحشوه ديالنا اللي كنديروا فيها خيزو محكوك، الفلفله تكون انواع ديال الفلفله، خضراء حمراء اللي موجود عندكم، انا درت حمراء. عندي البصله، عندي شويه ديال الكفته، ممكن تعوضوها بشويه ديال الدجاج. عندي القرعه خضراء حتى هي محكوكه، وقزبر ومعدنوس. كنزيدوا التوابل، عندي الملحه، ثومه غبره، البزار، شويه ديال القزبر حبوب مطحون، تحميره والخرقوم. ولكن القزبر حبوب مطحون كيجي رائع في هذه الحشوه. المهم الحشوه اللي غديروا كتزيدوا فيه القزبر حبوب، يا سلام. المهم كنزيدو كلشي، كنديرو كلشي في دقه واحده في المقله ديالنا اللي غنديرو فوق النار. غنزيدو الزيت، الزيت اللي موجود عندكم، الزيت النباتيه ولا الزيت يعني زيت الزيتون اللي موجود عندكم. هذا المسمن في متناول الجميع وكيجي لذيذ. كنزيدو واحد شويه ديال الهريسه، ضروري باش كتعطي واحد اللذه، يا سلام. غنديرو كلشي فوق النار، نخليو يتقلى على خاطره. غادي ندوزو نمشيو نعجنو العجينه ديالنا اللي ساهله في التحضير. عندي جوج كيسان ديال الفرص اللي هو الدقيق ديال الحلويات. غنزيدو واحد شويه ديال الملحه، وغنزيدو واحد شويه، واحد راس المعلقه ديال الخميره ديال الحلوه، هي اللي درت. صافي هادشي اللي غنديرو في العجينه ديالنا، كتجي بحال الورقه. الملحه قلت لكم، وشويه ديال الخميره ديال الحلوه، يعني راس المعلقه. غنجمعو كلشي بالماء، الماء عادي، الماء ديالنا عادي، ما سخون ما والو، كنديرو بحال هكايا. غنجمعو العجينه ديالنا، هي هذه بعد ما جمعتها غادي نخليها. ندلكها واحد شويه، ممكن تعجنوها في العجانه، صافي راه هي موجوده. غادي نقطعها، غنديرها كويرات صغار، درتها كويرات رقاق، شوفوا كي جوج كيسان بحال خرجوا لينا ديال المسمنات. غنغطيها ترتاح، صافي كنسرحوها بحال هكايا. انا عندي الزبده والزيت، ممكن ديروا الزيت بوحدو، ولكن المهم الا بغيتوا ديروا الزيت والزبده ديروا، بغيتوا ديروا الزيت بوحدو ديروا، المهم كيجي بنين باش ما درتوا هذا المسمن. كنسرحوا بحال هكايا، كنطويها بحال الرغيفه. المهم كلشي غيعرف الطريقه، والرغيفه كلشي غيعرف الرغيف. طريقه سهله وفي متناول الجميع، كلشي عندنا في الدار. غنوجدوا المسمنات ديالنا معمرين بالخضره، المهم صحيين وسهلين في التحضير. كنوجدوا هاد المسمن بحال هكايا، كنديروا الرغيفات ديالنا، كنديروها رقيقه. المهم كنورقوها مزيان حتى كتولي رقيقه، كتبان لينا رخامه. المهم كنرقوها مزيان وكنجمعوها، كنطويوها على جوج ولا على ثلاثه ولا على اربعه، على حسب نتوما كي جاتكم بحال هكايا. كاين اللي طويتها على ثلاثه بحال الرغيفه، كاين اللي كنطويها على اربعه. صافي كنساليو الحشوه ديالنا بردت، حيت هي الاولى وجدناها، هي بعد ما بردت لينا الحشوه. ما نديروش الحشوه والعجينه غادي تقطع لينا الا درنا الحشوه سخونه. صافي غادي نسرحو بحال هكايا. المسمنه ديالنا ها هي كتجي مرقه، ها هي دايره الفقاعات. ملي كتعرفوا ملي كدير الفقاعات راه هي ناجحه. غادي نعمروهم بحال هكايا، المهم بالقياس اللي بغيتو. ما تنساونيش باللايك، جزاكم الله كل خير. المهم حتى الا شاط لكم مسمن راه كنطيبوه يعني غير بوحدو، ما تخافوش كيجي مورق صراحه، كيجي بنين وكيجي زوين بزاف. غادي نديرو واحد الزيتون بحال هكايا باش كنسدو العجينه ديالنا. المهم طريقه سهله. غادي نعاودو وحده اخرى، راه ديجا شاركته معكم، كنت درت فيه الدجاج، دابا درته بالكفته.
باش ما درتو هي حتى الخضره بوحدها كتجي زوينه. المهم ولكن البنه كتزيد واحد شويه ديال البنه، ديك الكفته ولا الدجاج، المهم كتزيدوا نتوما الحشوه اللي بغيتوا. ولكن هاد الحشوه جات يا سلام صراحه جات بنينه بزاف، وجا المسمن يعني العجينه جات مرقه مزيان، يعني كتسمع ملي كتاكلوها كتقرمش مقرمشه. صافي كنسدو بحال هكا، هي الطريقه راها ساهله. كنديروا الزيتون، يعني الزيتون اللي موجود، ممكن حتى الزيتون الخضر الا كان ديروه. انا عندي هذا هو اللي موجود. بعد ما دهنت لاطه ديالي، عمرت لاطه ديالي بالمسمن، كنضغط عليهم واحد شويه بحال هكايا. الفران ديالي شعلته الفوق والتحت، عندي واحد معلقه ديال الزيت، وزيد عليها واحد شويه ديال التحميره، يعني التحميره كتجي احسن من البيض. المهم الا كان عندكم البيض ديروه، انا ما كنديرش البيض، ديجا درته بالبيض، ولكن فضلت نديرو بحال هكايا، كيجي محمر وكيجي مقرمش. صافي كندهنوا المسمنات ديالنا بحال هكايا، ندهنوهم بشويه ديال الزيت والتحميره باش كيعطيونا واحد اللون، كيتحمروا يعني بالسرعه ملي كنديروهم في الفران كيجي واحد اللون يا سلام. صافي كنديروهم في الفران، ان شاء الله نشعلوا الفوق والتحت. الفران ديجا سخنته، غادي نخرجوا وبالصحه والراحه. ها انتم كتشوفوا النتيجه، نتمنى يعجبكم. ما تنسونيش باللايك، جزاكم الله كل خير. مع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله، لقاكم على خير.